السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناة في جيك 24. الروبورتاج ديال اليوم غادي يكون على فريق الاتحاد الرياضي الفيجيجي. حنا اليوم جينا باش نشوفوا الأجواء اللي غادي تدوز فيها الحصة التدريبية، وباش نشوفوا ونسمعوا الآراء ديال اللاعبات وديال المسؤولين على الفريق. خليكم معانا. السيد خالد عيساوي، رئيس فريق الاتحاد الرياضي الفيجيجي، مرحبا بك السي خالد. شكرا ليلى، شكرا سي عبد القادر والطاقم المشرف على الصفحه نتاع في جيك 24. كيفاش جاتكم الفكره انكم ديروا فريق ديال الاناث بعد ما كان عندكم غير فريق ديال الذكور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الفكره جات من بعد شفنا ما كتعرفوا مدينه في جيك، يعني ما كانش متنفسات بزاف، ما كانش مراكز نتاع الترفيه. حاولنا باش نخلقوا للفتاة واحد الفضاء فين تمارس الهواية نتاعها، تمارس الرياضة. والنقطة الثانية هو تماشيا مع التوجهات نتاع الاتحاد الدولي ومن خلاله الجامعة الملكية وحتى عصبة الشرق اللي كتهدف باش تطور كرة القدم النسوية. ولهذا ارتئينا احنا كجمعية الاتحاد الرياضي الفيجيجي باش نخلقوا واحد فريق نسوي تاع كرة القدم اللي يمارسها هو، اللي تريني ويشارك في بطولات مختلفة. الحمد لله هذا العام كما شفتوا شاركنا في مجموعة تاع البطولات اللي كتهم كرة القدم النسوية، فئات صغيرات، متوسطات، كبيرات، كرة القدم داخل القاعة. اللي حاولنا باش نخلقوا واحد الفضاء تنافسي وفي نفس الوقت ترفيهي. الحمد لله لقينا إلقاء كبير، إقبال كبير من خلال فتيات تاع في جيك، وكنستغل الفرصة باش نلبي نداء من هذه الصفحة هذه أنه المجال مفتوح لجميع الفتيات اللي قاطنين مدينة في جيك انهم يجيو يمارسوا كرة القدم ويكتشفوا واحد الفضاء اللي هو مزيان فيه تنافس وترفيه وبزاف تاع المزايا. وشكرا مره اخرى. دابا معنا السيده ناديه بن باحي، مدربه فريق الاتحاد الرياضي الفيجيجي فئه الاناث. كيفاش جاتك الفكره انك تدخلي لهذا المجال، مجال التدريب؟ السلام عليكم، ناديه بن باحي، مؤطره الاتحاد الرياضي الفيجيجي لكره القدم. انا بحكمي رياضيه كنت كنمارس كاراتيه وكنعشق كره القدم. واخا كنت كنمارس الكاراتيه ولكن كنعشق كره القدم، كنتفرج كنديبلاصا هذيك باش نشوف الماتشات ديال كره القدم. وجاتني فكره انني نكون كمدربه في مدينه فيجيج ولما لا. كانت اول فتاه باقليم فيجيج، ماشي غير مدينة فيجيج، بإقليم فيجيج حاصلة على شهادة التدريب بالرخصة دي. وإن شاء الله كنتمنى ناخذ الرخصة البي والسي ولما لا البرو كاع الأ إن شاء الله. والفريق الأول فريق النسوي بمدينة فيجيج، يعني أول فريق كنديرو في فيجي، وكنتمنى نوصلوا للمراتب شوية يكونوا كبار وباش نطلعوا بالبلده ديالنا وبكره القدم الفيجيجيه. واش كتلقاي شي مشاكل مع الفتيات اثناء حصص التدريب؟ بطبيعه الحال اي مجال كيكونوا فيه مشاكل، ولكن كتكون مشاكل ماشي كبيره، مشاكل بحكم يعني البنات ما عندنا في كيك، عندنا ذاك باش كره القدم النسويه تمارس بالبلده شويه كتجي قاصحه، يعني كيقول لك غير هذه ذكوريه. ولكن بالنسبه قلتي للمشاكل ما كنلقاش شي مشاكل كبيره، ولكن مشاكل كنلقاوها حلول، ما ماشي شي مشاكل كبار. وكاين تفاهم، كاين 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 واحد التواصل بيني وبين البنات بحكم انني سبور وعارفه كيفاش نتعامل وكيفاش نتواصل مع الفتيات اللي كيمارسوا كره القدم. قبل الختام انا كنشكر بزاف رئيس الجمعيه السيد خالد عيساوي، هو اللي خلاني باش نمشي في هذا الدومين ديال التدريب. انا كنت بصراحه في الاول كنت شويه بحال اللي
بحال اللي عجزت وفشلت وهذه، ولكن هو حفزني وعاونني باش نمشي لهذا المجال ديال التدريب، وكنشكره بزاف بهذا المنبر، كنشكره بزاف بزاف، وكنتمنى له مسيره موفقه في الجمعيه ديال الاتحاد الرياضي، في مسيرته في العمل ديالو في الاسره ديالو، كنشكره بزاف وشكرا. من لاعبات الفريق بشرى عمر، كيف جاتك الفكرة أنك تجي لهذا الفريق؟ أول حاجة السلام عليكم. كيف جاتني الفكرة؟ صاحبتي كانت كتقرأ معايا، دخلت في هذا الفريق بحكم أنها شافتني كنلعب في الكوليج مع الدراري مع أصحاب القسم نتاعي، وجراتني قالت لي روحي دخلي معنا، وصافي لقيتها يعني مليحة ودخلت معاهم وبقيت معاهم لحد الآن. في الاول من دخلنا ما كنا كنعرفوا والو بيان سور، عاد تعلمنا بشويه شويه، تطورنا لحد الان رانا مزيانين يعني. ويعني اي وحده في الرغبه ديالها انها تدخل كره القدم غير تبدا، راه مع الوقت عام عامين ولا كاع غادي تولي مزيانه، وان شاء الله تدخل في شي فريق كبير، ولا الا كان عندها الرغبه والاراده راه غادي توصل ان شاء الله. معنا كذلك اللاعبه اخلاص بوزيان، واش هي النظرة اللي كياخذها المجتمع الفيقيقي على البنات اللي كيلعبوا كرة القدم؟ السلام عليكم. بعدا المجتمع الفيقيقي كاين فيه انواع، كاين واحد الفئة ما كتقبلش انه البنت تلعب كرة، وواحد الفئة كتقبلها، دونك داكشي جوج فئات عندنا، ماشي كلشي بحال بحال. وانتي واش لقيتي شي اعتراض من الوالدين ديالك فاش بغيتي تدخلي لكرة القدم؟ انا ما لقيتش اعتراض من والديا، تقبلوها بكل رحب، بالعكس عجبهم الحال، ولاني معانا شي بنات في الفرقه كيلقاو بزاف المشاكل مع والديهم، مثلا من يبغاو ديبلاصا لشي مدينه ما كيخليوهمش، ما نعرفوش ما كيتيقوش في الجمعيه ولا مهم، بزاف الوالدين ما كيخليوش بناتهم يلعبوا كره، وبزاف البنات عندهم مواهب في الكره مزيانه، ولكن والديهم كيمنعوهم باش يجيو يلعبوا. وبغيت نقول للوالدين يخليو بناتهم يمارسوا الهوايات ديالهم، راه حنايا تحت مسؤوليه ديال الجمعيه، ما غيطرا والو. واش هما المشاكل اللي كيعاني منها فريق الاتحاد الرياضي الفيجيجي بصفه عامه؟ كاين بزاف ديال المشاكل، اولها البلديه ما كديرلناش الدعم المعنوي، ما كتعطيناش الدعم المعنوي ولا المادي، وما كاش ترانسفور باش غادي نسافروا باش غادي نديبلاصاو من مدينه لمدينه. وبالنسبه للملعب، الملعب بغينا كنطلبوا من البلديه يتسرعوا في الانشاءات ديالو، حيت حنايا كنديبلاصاو حتى لبوعرفه كنستقبلوا تما الفرق. وحتى بالنسبه للتدارب، حنا كندربوا في الميني فوت وكنلعبوا في البطوله في الكرون فوت، دونك هذا هو اكبر مشكل. مشاهدينا، الحلقة ديالنا وصلت للنهاية ديالها، نتمنوا أنها تكون نالت الإعجاب ديالكم، ونتمنوا كل التوفيق لفريق الاتحاد الرياضي الفيجيجي، ونتمنوا كذلك أن المسؤولين يتدخلوا باش يحلوا مشاكل هذا الفريق وباش يعاونوه. وما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وجيم وبارتاج.